أطلقت مديرية الصحة بأسوان القافلة الطبية بقرية توشكا غرب التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ضمت القافلة 10 تخصصات طبية مختلفة، وتم توقيع الكشف الطبي على 1215 شخصا من أهالي القرية وصرف العلاج بالمجان. بنعمل القافلة الطبية دي فيها 10 تخصصات من كبار الأخصائيين، بالإضافة إلى جهاز الأشعة والمعمل، 2 معمل طفيلات والدم، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بالأمراض المزمنة اللي هي الدم والسكر، والتحويلات الخاصة بالعمليات الجراحية لأقرب مستشفيات خاصة بوزارة الصحة. مبادرة حياة كريمة في قرية توشكا غرب، هنا متواجدين أنفوز وحنجرة، وفي حوالي 10 تخصصات برضو تانية، أسنان ورمض ونساء وأكثر من تخصص متواجدين. معنا حوالي 120 دواء متواجد معنا هنا، بنشتغل في أغلب الحالات للكرة المحتاجة، واي حالات محتاجه تحويل او ريفير للمستشفى طبعا بنحولها، وبنشتغل مع الحالات اللي نقدر نتعامل معاها هنا.